بس خبيز عاجين ما نقدرش نعجن لان احنا نفرين هنا ثلاثه وفش ما نقدرش نغطي الناس. احنا بنغطي حوالي 300 400 بني ادم كل يوم، يعني بتحكي انت من الساعه 8 للساعه 10 بكون خابز حوالي 1000 رغيف. صار شو صار رمزي شيكل على طنجره مي، 4 رغيف بشيكل بنعملها نحن، يعني لا صار رمزي جدا. صدقا انا بشتري دواء 40 30 شيكل يوميا، صدقا انا معي جوب انفيه ومعي ازمه في الصدر، بس الازمه والوضع اللي احنا فيه لازم نساعد بعض ونساعد الناس. بيتي مهدوم بيتي وساكن انا في اي بيت، انا بالنسبه لاي بيتي ساكن في الخيمه هذه، كان بيتي ما عفش اموري هان، بيتي مهدوم وساكن هان انا، وفي نفس الوقت كنت بخدم على الناس.